هلأ تيبس نفسية. tip of the day. لما بتخلص من كل الأشياء اللي ما بقى تعني لي شيء، بكون عم بترك مجال للأشياء الجديدة إنها تجي على حياتي، وهذا ينطبق على كل شيء، تياب، جزدين، كركبة وناس. ما فينا نضلنا قايلين إنه هالناس متعبيننا وقاهريننا وتركيننا بحياتنا، وبدنا شيء جديد. الشيء جديد ما قادر يفوت طالما عنا هالقد كركبة. فكرة تذكر انه ما ضروري كل الناس، يعني حتى لو كل الناس احترموك قدام كل الناس وكرموك وانت مش محترم حالك من جوا، ما بهم، ما بيأثر. بكل يوم انت مدعو لارتكاب مزيد من الاخطاء، عادي، مهم ما ترتكب زيت الأخطاء اللي ارتكبتها قبل بمرة. إذا شي يوم طلعت بحالك وقلت ليه أنا مش محبوب، اتذكر آخر مرة كنت مليان حب وفرجيته للآخرين. إذا ما في ما رح يحبوك. إذا بدك يحبوك، يعني فيك تقول لا بدي حب ولا أنحب، عادي، بس توقف تقول إنه ليه ما بيحبوني، ما حب أنت بالأول. وقف تقول بدي أعمل هالشي، أعمله بقى. كمان شغلة مهمة، انه بكتير قصص النجاح عند الناس المهمين بالحياة بيقولوا انه في ناس كانت وصلت مثلهم للمطرح اللي بيسبق النجاح بخطوة واحدة، هوديك تراجعوا، هوديك كملوا، لانه مش قاشعين شو في بعد. وقفوا هيك فجأة، قالوا تعبنا، هوديك ما تعبوا، ما نعصوا، ما بينعصوا الحراس. tip of the day. خلص انا بكفيني هال واتساب مسج اليوم، كنت عملت الدفار تبعي. ريما عن جد انت خليتيني افكر بحالي وطور بحالي. انا اليوم اخذت قرار كفي ماستر وفتش على شغل جديد حتى ما ضل مطرحي. اخذت كتير قرارات كرمال طور حالي بالحياة. برافو خي، هيدا الحكي اللي ما بيروح بالهواء. الحمد لله انا الشريرة. يلا وللي ناطرين موتيفيشن بشي مطرح، شو ناطرين؟ شو ناطرين؟ الحياة ما بتوقف تنطر حدا، ماشي ركض والعمر لحقها. وكل هالناس عم بيبرموا معها، انت ليه واقف عم تتفرج؟ هيدا اللي بتقول فيها بيمشي وعارف قيمة حاله. اوكي، عارف قيمة حاله، حاله صعب يشبه حاله.